بنتشرف باختيار مصر ان هي تدرب الدول الافريقيه من قبل الكوميسا على حمايه المستهلك. كلنا بنأكد على حاجه واحده، المستهلك في المقام الاول، المستهلك هو ذراع الرئيسيه لتمويل اي مشروع، المستهلك هو الاساس في اي اقتصاد قوي، الحفاظ على المستهلك هو الحفاظ على اقتصاد اي دوله. الحقيقه البرنامج التدريبي هيكون على يومين، وبعديها برضو بندعوهم ان هم يشوفوا مجموعه من الأماكن السياحية والتراثية في مصر، وإن شاء الله دي بداية من سلسلة من التدريبات الكوميسا طلبت مننا إن احنا نقدمها للدول الإفريقية، وإحنا إن شاء الله مستمرين. أولاً مصر عضوة في الدولة، عضو في الكوميسا وفي لجنة المنافسة بالكوميسا، وتم اختيار مصر لما لها من جهاز حماية المستهلك من نجاحات، وهو جهاز راسخ له خبرة وباع طويل في تطبيق وتنفيذ القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك. وبالطبع هناك أيضا نظم قائمة بالفعل في مصر مثل نظام معالجة الشكاوى وأيضا الكول سنتر أو مركز الاتصالات وغيرها من النجاحات اللي بنحرص أن تتبادلها مصر مع الدول الأعضاء الأخرى.